عبر الهاتف في نفس السياق أيضا ينضم إلينا دكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاقتصاد جامعة الزقازيق. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك يا فندم والسادة المشاهدين، تحت أمر حضرتك. خليني أبدأ مع حضرتك بالعرض المعلوماتي اللي أصدره مركز المعلومات والمتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين الميزان التجاري والاستراتيجية اللي تبعتها الدولة واللي بشأنها طبعا خفضت أو قللت من تداعيات أزمة كورونا، كيف تبعتها وكيف تنظر إلى أهميتها في رأيك؟ هو أولا الدولة تعاملت مع جائحة كورونا على أنها كانت أزمة، وجائحة كورونا كانت كاشفة لقوة الاقتصاد الوطني ومعطيات الاقتصاد الوطني، وقالت لنا أن الاقتصاد الوطني بتاعنا بخير، وأن إذا تحسنت إدارة الاقتصاد الوطني يتحسن الأداء على المستوى الكلي ومستوى الجزئي. الحقيقة الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات، كانت مجموعة من الإجراءات رائعة، منها أنها من الأول خالص هي كانت هناك إجراءات احترازية قامت بها الدولة، سواء بتوفير أموال للعمالة غير المنتظمة أو توفير الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة 200 مليار جنيه، وكمان ادت البنوك سماح لعطاء الائتمان وتخفيض الفايدة. كل هذه العوامل صبت في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل. النتيجة الطبيعية ان هو كان الاقتصاد الوطني عشان هو معطياته كويسة، وكانت الخطة بتاعت الدولة كانت قايمة على واقع حقيقي، وكانت قايمة على اساس الاكثر تشاؤما، يعني هو كانت المحاذير او الحيطة والحظر كانت عالية جدا، فانعكس ذلك على عدة مؤشرات. اولا مع انخفاض السياحة اللي كانت موجودة وتعشر السياحة في داخل الدولة المصرية، الا ان كمان كان هناك الفائض بتاع الدولة المصرية او الاحتياط النقدي لم يتأثر كثيرا، وفي نفس الوقت ان هو كمان التغير في سعر الجنيه او الوحدة النقدية امام العملات الاخرى لم يتغير كثيرا، كان حوالي 3-4%، في حين ان هناك عوامل اخرى كانت موجودة في دول اخرى وصلت 30-40-55% في بعض الدول زي تركيا. كل هذه العوامل الحقيقة مع ثبات الوحدة النقدية العملة وعدم تذبذبها، اثنين التضخم الحقيقة كان بيتراوح ما بين 5-7%، وده معدل عالي جدا وهائل جدا، استطاع أن يحافظ على القوة الشرائية للمواطن المصري، فبالتالي لم يهتز. الأمر الثالث والمهم جدا أن كمان في السنة اللي فاتت اللي هي القضية دي، أن لأول سنة مرة في مصر يحصل فائض في مبدئي في ميزان المدفوعات او الميزان التجاري عفوا، وده الفائض المبدئي ده الحقيقه قال لنا حاجتين، قال لنا ان هناك كان خطه الدوله في ايراداتها كانت كويسه، وخطه الدوله في انفاقها كان كويس، وقدرت تتحكم سواء في الايرادات او في الانفاق. الجزئيه الاهم من كده ان هو كمان معدل الصادرات بتاعتنا مع ان كورونا ومع ان في حاجات كتيره جدا، الا ان كان في خفض في الواردات وكان في تحسن في الصادرات. كل هذه العوامل قالت لنا ايه؟ قالت لنا ان هو ان الفرق بين دول متقدمه ودول غير متقدمه، او اقتصاد متقدم واقتصاد غير متقدم، هو فرق في الاداره. اذا ادرت الاقتصاد بشكل جيد تستطيع ان تحقق. طيب دكتور محمد، الحقيقة أنه العروض المعلوماتية اللي أصدرها المركز كمان تناولت التوقعات في المرحلة القادمة من مؤسسات دولية مهمة على رأسها صندوق النقد. حضرتك بترى هذه التوقعات إزاي؟ وهذه التوقعات بتبني أصلا توقعاتها، أو هذه المؤسسات بتبني توقعاتها على كل اللي حضرتك ذكرته من حديث ومن أرقام أيضا حققتها الحكومة المصرية؟ شو يا فندم، الإدارة المصرية الحقيقة الحالية هي قدرت تستخدم الممكن، تستطيع أن تستخدم ممكن عشان نصل للمرجو أو الرؤية المستهدفة أو المستحيل. فهو في هذه الحالة الاقتصاد الوطني أو هو المؤسسات الأجنبية لما تيجي تبني تقديراتها بتبنيها على علم، بتبنيها على مؤشرات، عندها مؤشرات بتقول معدل النمو قد إيه. إحنا عندنا الحقيقة الاقتصاديات العالمية بتتنبأ بأن قوة الموارد البشرية، هو المورد البشري هو الأساس في التنمية. ولما مصر يكون عندها النهارده اكثر من 50 مليون ايد عامله او 70 مليون شاب، ومعنى ذلك ان القوه راس المال الفكري وراس المال العمل اللي موجود هنا، ان مصر تتميز بقوه عمل عاليه جدا في داخل المنطقه، وهي الوحيده اللي في المنطقه بفيها القدر ده، وربما تكون اكثر منافسه زي اوروبا، عدد 70 مليون مش موجوده في اي دوله اوروبيه.
يبقى لو انا استخدمت الراس المال البشري اللي هو موجود، راس العامل ده هيكون موجود. الحقيقه الدوله المصريه هنا مشيت على استراتيجيتين، الاستراتيجيه الاولى وهي تطوير التعليم، الاستراتيجيه الثانيه تدريب الموظفين في داخل الجهاز الاداري وتطوير العمل. فهنا بيعمل هنا ايه؟ تطوير راس المال الفكري اللي هو اساس التنميه. الامر الثاني الحقيقه هدر الموارد، طبعا الدوله المصريه كمان اخذت دور كبير جدا في معالجه الانفاق العام واخذت عده حاجات. اول حاجه كان عندها بتستخدم الاصول غير المستغله وهو ما سمي بصندوق الثروه السياديه. هذه الاصول غير المستغله قدرت الدوله تعيد تشغيلها مره اخرى عشان تقدر تتولى الدخل، عشان تقدر تكون قوه تنافسيه في ايد الدوله تقدر تتعامل من خلالها. الامر الثاني والمهم جدا انه لما يجي يقول ان هو الدوله المصريه هي الوحيده وهي من الدول القليله في المنطقه اللي حققت معدلات نمو ومتوقع تعد تحقق السنه الجايه 5.6 او تقريبا 5.5% معدل نمو، ده بيقول لنا ان هو مبني على عده حاجات. واحد، المشروعات القوميه الكبيره اللي بتعملها الدوله المصريه، الدوله المصريه عامله مشروعات كبيره غير موجوده في المنطقه ككل. المشروعات الكبيره عملت ايه؟ امتصت حوالي 6 مليون ايد عامله، في نفس الوقت 6 مليون ايد عامله دي دخول بتعمل استهلاك، بتعمل تنشيط في داخل السوق المصري. الامر الثاني في مشروعات قوميه عملاقه موجوده بتقوم بها الدوله المصريه على اطرافها في كل منطقه موجوده. الامر الثالث هو تنميه القريه المصريه والمشروع القومي اللي بيقوم به الريس وتحويل القريه هنا من قرية استهلاكية إلى قرية منتجة مبنية على الميزة النسبية اللي موجودة فيها. الحقيقة أنه لو تحدثنا عن كل هذه المشروعات نحتاج لي المزيد والمزيد من الوقت، لكن للأسف الوقت انتهى. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الشواتفي أستاذ الاقتصاد جامعة الزقازيق، شكرا جزيلا لك.